مساء الخير يا فندم. الو الو الو، مساء الخير. مساء الانوار يا هلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم، اهلا بيك. اخر تصريح فندم النهارده من الخارجيه الامريكيه، قالت لم ولن نتخلى عن اوكرانيا. هل في جديد من التصريحات من الجانب الامريكي؟ اعتقد اولا ان يجب ان ناخذ بعين الاعتبار العبارات التي تستخدم، لن نتخلى عن اوكرانيا. ما الذي يعني ذلك؟ هل يعني ذلك ان الولايات المتحده مستعده للتدخل في اوكرانيا؟ طبعا الولايات المتحده قالت انها لن تدخل في اوكرانيا لمواجهه القوات الروسيه في حال الغزو، وان اوكرانيا ليست دوله عضو في حلف شمال الاطلسي. وبالتالي فان الولايات المتحده اعلنت انها لن فعلا تقوم بدور لمنع روسيا او لصد روسيا قبل ان تحدث هذه التطورات الاخيره. ولكن في نفس الوقت ايضا نرى بان الولايات المتحده لا تزال ترغب في اطاله امد الصراع على الارض الاوكرانيه، وفي وذلك للضغط على روسيا ول تعزيز قدرات الولايات المتحدة في قيادة التحالف الغربي، وهذا ما نجحت فيه حتى الآن، هي أنها أعادت توحيد الائتلاف الغربي، وأيضا نفخت روح جديدة في هنا بنتكلم على نجاح الأطلسي. حضرتك هنا بنتكلم على نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف. حضرتك بتقول انها وحدت فقط قوة في ملف توحيد الدول الاوروبيه، وفي نعم. احياء او اعطاء روح جديده لحلف شمال الاطلسي الذي كان يواجه تحديات كبيره. ولكن بالنسبه لروسيا اعتقد انه لا يزال من المبكر جدا القول ما الذي سيحدث على المدى البعيد، لان العمليه العسكريه الروسيه لا تزال في بداياتها. بدانا نسمع الان عن احتمالات حدوث مفاوضات ومن قبل بين الجانبين الروسي والاوكراني، ولاول مره خلال اليومين الماضيين سمعنا بان الحكومه الاوكرانيه مستعده على الاقل القبول باحد الشروط الرئيسيه التي كانت تطالب بها تضعها روسيا، وهي موضوع تحييد اوكرانيا، اي منعها من الانضمام الى حلف شمال الاطلسي، وهي مساله كانت ترفضها الحكومه الاوكرانيه. وبالتالي فانه لا يزال من المبكر جدا القول ما الذي سيحدث في اوكرانيا وما ستكون تداعيات ذلك، اولا على العلاقه الاوكرانيه الروسيه، وبعد ذلك على العلاقه بين روسيا والغرب. النهارده بعد عزل روسيا عن نظام سويفت، دكتور ايموند، هل تتوقع حضرتك او هل يتوقع الامريكان ان ترضخ موسكو للعقوبات، ام حتبحث على نظام بديل؟ أعتقد أن روسيا ستقوم بعدة تحركات. أولا سترد على العقوبات الغربية، ولكن هذه لديها عدة سبل يمكن تأخذها، ولكن